تواصل محافظة القليوبية استقبال كميات كبيرة من محصول القمح من قبل الموردين والمزارعين، ذلك لتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه الفلاحين وسرعة صرف المستحقات المالية لهم. وفي هذا الإطار أكدت المحافظة أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين، ذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف. كما تم تشكيل لجان من التموين والزراعة لمتابعة مراحل توريد القمح بالصوامع. الحمد لله المحصول السنة دي كتير بدرجة حلوة، والحمد لله الإجراءات هنا في الصومعة على أكمل وجه. وبالنسبة للجنة، اللجنة هنا بتدي كل واحد حقه بما يرضي الله. بنخش هنا الصومعة بناخد درجتنا من لجنة الفرز وبنعتق وبنستلم، والفلوس بتطلع في خلال 48 ساعة من بنستلمها من البنك، بتنزل على حساب كل مورد وكل عميل بورد هنا في الصومعة. الحمد لله، هو المحصول السنة دي كويس وما فيش إصابات قد كده، الحمد لله معقول ومية مية الحمد لله، وربنا رزقنا كلنا يعني الحمد لله، كل اللي زرع قمح بقى كويس الحمد لله. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط عند التسوية وسط التوترات الدائرة في الشرق الأوسط، إلا أن ارتفاع الدولار وبيانات التضخم التي صدرت في الولايات المتحدة حدت من المكاسب. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 55% ليصل إلى 89.5 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 34% إلى 83.85 دولار. كذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 7% لتصل إلى 2.68 دولار للتر. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 35% لتسجل 1.79 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انطلقت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2024 في العاصمة السعودية الرياض، والتي تستمر من اليوم حتى 30 من شهر أبريل الجاري، ذلك بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في بلدانه الأعضاء والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء. هذا وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر أن العلاقة بين السعودية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل نموذجا للشراكة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن تلك الشراكة مكنت البنك من الاستفادة من خبرات المملكة ومواردها كنموذج يحتذى للمساعدة على دفع عجلة النمو الشامل في العديد من الدول الأعضاء. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أن رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 نموذج للتحول الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن معظم النمو الذي حققته الرياض خلال السنوات الماضية جاء من قطاعات اقتصادية جديدة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس تحت شعار التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية، حيث أكد الإبراهيم أن المملكة أثبتت قدرتها على قيادة نموذج اقتصادي مستدام عالميا، مشيرا إلى أن أنشطة الرياض الاقتصادية غير النفطية مثلت 50% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وافق مجلس الوزراء الياباني على مشروع قانون يستهدف منع كبرى شركات التكنولوجيا من إلحاق الضرر بالمنافسة عبر فرض قواعد أكثر صرامة على الشركات التي تحتل مكانة رئيسية في صناعة الهواتف الذكية. هذا وتسعى الحكومة اليابانية إلى تمرير مشروع القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان التي من المقرر أن تنتهي في نهاية شهر يونيو المقبل. وبموجب القانون سيكون على الشركات تقديم تقارير سنوية تفيد بمدى التزامها بالقواعد المحددة، كما ستتعرض الشركات المخالفة لعقوبات مالية تصل إلى 20% من مبيعاتها في اليابان، وقد تصل الغرامات إلى نسبة 30% في حال تكرار المخالفات.
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومار إن باريس مستعدة للمشاركة في تمويل خط كهرباء بقدرة 3 جيجاوات يربط مدينة الدار البيضاء المغربية ببلدة الدخلة في الصحراء الغربية. جاء ذلك خلال منتدى أعمال مغربية فرنسية في الرباط. وأشار وزير المالية الفرنسي لأن باريس تعتزم أيضا التعاون مع المغرب في تطوير مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى الطاقة النووية.